نعم. قال: ماذا تعني بقولك ذهب زمن الخوف؟ وهل تقصر بذلك الشيخ مقبلا رحمه الله؟ هذا أيضا من الشبهة التي دندنوا بها كثيرا، والقوم إما أنهم ما يسمعون الأجوبة على هذه الشبهات، وإما أنهم يسمعون ولكن يعني يتعامون ويتغافلون عن معرفة الحق. أنا عندما كنت أتكلم مع الشيخ ربيع ويزمجر للطلبة وأن فلانا سأسقطه وفلان سأفعل فيه فلان كذا فلان كذا، يهدد، وكان كثير من الطلبة يخافون أن يقولوا له ما الدليل، فقلت ذهب زمن الخوف، فإما أن تتكلم بدليل وإما لا نقبل منك. فأعني بذلك طلبة العلم الذين كانوا يخافون أن يقولوا أخطأ الشيخ ربيع، وكم كان في نفوس طلبة العلم يتهامسون فيما بينهم ولا يستطيعون أن يظهروا، خشية أن أحدا يتصل بالشيخ ربيع: يا شيخ عندنا واحد يقول كذا، يقول حزبي احضروه، حزبي احضروه. فكان كثير من طلبة العلم يخافون، بل كثير من الكبار الآن عندنا، الآن كثير من الكبار عندنا في اليمن يخافون أن يخالفوا الشيخ ربيعا، بل محمد الإمام يقول: من أنا حتى أحذر من الخطأ الذي وقع فيه محمد بن عبد الوهاب، فضلا عن الشيخ ربيع. فأنا أقول ذهب زمن الخوف، وخاطب الشيخ ربيعا، وما أعني بذلك نفسي فهو أنه يعرف بفضل الله عز وجل أني أقف وجهه وأكلمه، هو يعرف هذا عني، ولكن أقول ذهب زمن الخوف، لا تظن أن كلمتك سيسمعها الناس كما كان يسمعونها من قبل، إنهم سيقولون لك ما هو الدليل. أما عن الشيخ مقبل رحمه الله، أي خوف عندي من الشيخ مقبل رحمه الله؟ أي خوف؟ هل كان يقول شيئا وكنت أنا أقول بخلافه وأسره إلى أن مات؟ ألست أنا الذي كنت أناقش الشيخ مقبلا في المسائل التي أعتقد أنه خالف فيها الصواب؟ أليس هم يقولون إن أبا الحسن عنده جفاء لأنه يناقش الشيخ مقبل كثيرا ويلح عليه في المناقشة؟ طيب رجل هكذا يخاف من الشيخ مقبل ليش؟ أليس هم قالوها أكثر من مرة؟ وحجتهم في ذلك أنه دائما ما عنده أدب مع الشيخ، ما عنده تواضع مع الشيخ، ليش؟ قالوا ناقشوا وتكلموا وقول ليش هذه وليش هذه، ايش الدليل؟ طيب ليه ما عنده أدب وما عنده تواضع واللي بيناقش الشيخ يكون خائفا؟ بفضل الله سبحانه وتعالى كل الناس عندنا هنا في اليمن كانوا يعرفون فتوى الشيخ مقبل في مسألة الأمر معروف والنهي عن المنكر باليد في أهل اللودر والأهل عدن، ويعرفون فتواي وأن قولي بخلاف قول الشيخ مقبل، ويعرف هذا كلامه. أيضا في الحكام كان يعرف أيضا أنا أكثر من ينكر عليه هذا كلامه، أيضا لما أفتى بجواز الاغتيالات كان أكثر من ينكر عليه أنا، وكانوا يقولون هذا يعني جريء على الشيخ، والآن يقول ذهب زمن الخوف يعني الشيخ مقبلا. أنا أسألك يا محمد الإمام، أنت ومحمد بن عبد الوهاب، تعرفان ما في قلبي أني أعني بهذه الكلمة الشيخ مقبلا؟ تقسمان بالله على هذا؟ أما أنا فأقسم بالله إن أقسمتما أنكما حانثان غير بارين. أنا أضرب بما في نفسي، والله الذي يعلم ما في نفسي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. أما أنتم ما دخلكما في نفسي؟ قال كذا ويعني كذا، أما قول كذا نعم، وأما يعني كذا ما دليلكما؟ ألست أنت يا محمد ابن يا محمد الإمام؟ ألست أنت الذي كنت تقول يعني أسلوبك مع الشيخ في المناقشة فيه وفيه؟ أليس عبد الله بن عثمان الذي قال في حضورك يا محمد الإمام هذا؟ وقال: كنا نظن من هذه المناقشة أن هذا جفاء، فأي خوف عندي؟ ولماذا أخاف من الشيخ مقبل؟ أمعه جنة أو نار؟ أيملك موتا أو حياة أو نشورا؟ أيملك هداية أو ضلالا؟ أخاف منه لماذا؟ والشيخ معروف أنه واسع الصدر في الخلاف، واسع. هذه تهمة أصلا هم يفهمون، هذا اتهام للشيخ، فلان يخاف من فلان، دليل على أن فلانا لا يقبل نصحا ولا يقبل مناقشة، وضيق الصدر ولا يقبل مناقشة من طلبة العلم. أما أنا أدين الله بأن الشيخ رحمه الله كان واسع الصدر في مسائل الخلاف، وكان أرحم منكم جميعا، أرحم منكم وأرحم من الشيخ ربيع في من يخالفه.
وقد خالف أناسا كثيرين ما سمعنا يقول هم أضر على الإسلام اليهود والنصارى ولا أخبث أهل الأرض ولا أكذب أهل الأرض، ما سمعنا منه. هذا الذي نسمعه من الشيخ ربيع ونسمعه من مقلدته في هذا الزمان، هؤلاء الطلاب الذين في دماج والذين في معبر وماذا يقولون في مخالفهم، هذه أشياء، هذه الثمرة الحسنة. فأبشروا، أبشروا بالسنة السيئة التي سننتموها بين طلبة العلم. فالحمد لله عز وجل. نعم.